أهلا بكم. المجمعات الاستهلاكية أنشأتها الدولة وتتبع مباشرة وزارة التموين كي تسيطر بها الدولة على الأسعار وتتحكم في من يحتكرون الأسواق إذا فعلوا ذلك. فهل تستطيع الدولة أن تفعل من دور هذه المجمعات الاستهلاكية؟ وهل يشعر بها المواطن في الأصل عندما يحدث احتكار لسلعة من السلع؟ هذا هو موضوعنا في نبض الشارع في حلقة اليوم. أستاذ رجب عبد المنعم، مدير أحد الأسواق التابعة للدولة فيما يخص هذه التجمعات أو المجتمعات الاستهلاكية، نعرف من حضرتك فكرة عمل هذه المجمعات والهدف الذي أنشئت من أجله. هو بالتأكيد بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. إحنا طبعا يعني الدولة من يوم أيام المجمعات ديت بتهدف أساسا إلى الموازنة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال عرض كافة السلع الأساسية بأسعار تكاد تكون يعني أقل بما يوازي من 20-30% عن القطاع الخاص بره. بتحافظ الدولة من خلال المجمعات دي على دور مهم جدا، وهو بتجعلها رمانة الميزان في التجارة الداخلية بالنسبة للموجود ومعروض في الأسواق. بتهدف طبعا أساسا إلى زيادة نمو هذه المجمعات بشكل يجعل المستهلك برضو بيجي لأنه شاف التطوير اللي حصل في دور المجمعات من خلال عرض كافة السلع لكافة الشرائح من المحدود الدخل للأعلى دخل. طبعا كل ده كمان بالإضافة إلى دور مهم جدا بتلعبه الدولة دلوقتي أو بتقوم به من خلال وزارة التموين بعمل عروض بصفة مستمرة. هذه العروض يعني بتمثل يعني إن لم يكن من أكتر من 20% بتوصل لأكتر، بتمثل يعني حافز كبير أوي للمستهلك إن هو بيقبل على المجمعات. أنا عايز مثال، يعني في أوقات معينة كان أوقات ذروة المواطنين جم وسألوا على سلعة معينة قدرنا نحط إيدينا نقول الدولة منعت الاحتكار في ده، وإنت بتتابع ده على أرض الواقع يوم بعد يوم. بالطبع يعني إحنا طبعا السلعة الأساسية اللي إحنا بنقول عليها كالزيت والرز والسكر والفول والعدس والحاجات دي اللي بتهم شرائح كبيرة أو من المستهلك دي، يعني 100% طبعا الزبون لما يحب يشتريها أول ما بيفكر بيشتريها من المجمعات. ليه؟ لأن الفرق السعر الكبير جدا بيننا وبين برا هو اللي بيخلي الزبون، ومن خلال أرقام المبيعات اللي اتحققت طوال الفترة الماضية اللي هي قفزت بحوالي 300% خلت فعلا أن فعلا الكلام ده بيحصل، وأن فعلا الزبون بدأ فعلا إقباله بطريقة يعني غير عادية على المجمعات نظرا لفرق السعر الموجود دوت. اللي يخلي المواطن يجي لك؟ اللي يخلي المستهلك يجي لي هو فرق السعر. يعني بالتأكيد أنا لما هروح لأسواق يعني لسوق ولاقي فيه مثلا السكر عنده ب5.5 أو ب6 وعند المجمع ب4.5، يعني طب ما هو نفس السلعة اللي هيخليني أجيب من ب5.5، لا أجيبها ب4.5، أجيب أكتر، أجيب يعني اللي أنا أطلبه وأوفر. وبرضو بالنسبة برضو للرز، بالنسبة للزيت نفس الحكاية، أنا أقل كيلو زيت بره ب10 جنيه، أنا عندي هنا ب8.5 لتر اللي هو أنضف زيوت اللي هي بذرة القطن وجميع شركات القطاع الخاص. انت ازاي بتعرضها رخيصة اصلا وانت شاريها من تاجر؟ مش كل السلع اللي عندك انت مستوردها، هل الدولة بتجيب الحاجة اللي هي مستوردها بشكل مباشر وتحطها عندك، ولا برضو المسألة فيها واحد عن واحد؟ هو دور الدولة بقى هنا يعني اولا بيعمل لي يعني بروموشن للمستهلك على فترات متقاربة على طول، كل شهر بيبقى فيه مجلة بتنزل بعروض مستمرة
لمدة ما يقلش عن 20 يوم في الشهر. فهنا احنا بنتكلم على اكتر من تلتين الشهر موجود فيه الاسعار الرخيصة دي، ان لم يكن الشهر كامل. يعني احيانا يقول لك لا مد لي الشهر كله، فانا عندي السعر دايما موجود. يعني السعر ده اللي بتوصي به الدولة على اساس ان هو سعر بيقل ان لم يكن زي ما قلت لحضرتك من 20 الى 30% عن القطاع الخاص. ده اللي بيخلي المستهلك يجيني. هو ده انت شايف ان انت عندك زحام يساوي الكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي؟ يعني الزحمة اللي عندك هتبقى اكتر من اي فرع من الفروع اللي احنا عارفينها من الهايبرات الكبيره. هو ده دليلي ايه بقى على الكلام ده؟ ان انا مثلا اذا كنت ببيع بمليون ببيع بثلاثة مليون، يبقى الرقم دوت ايه اللي بيحققه؟ بتقيس على نفسك، انت بتقيس على نفسك انت. بقيس يعني انا هو ده اللي هو الاساس في الكلام، ان انا ما بقولش كلام، انا بقول ارقام مبيعات اتحققت من خلال اقبال الزبون. هو ده اللي بيخليني ايه طبعا يعني بيجي لي وبيسيب اماكن تانية كتير. عندي كفه الانواع الجبن، يعني انا عندي جبنه براميلي واسطنبولي ب 27 جنيه ونص، يعني ما تلاقيش مثلها ب 35 بره. عندي الزبده اللي هي النيوزيلندي عندي ب 38 جنيه، ب 40 جنيه وب 45 بره. يعني عندي والجبنه الشيدر اللي ب 50 بره انا ببيعها ب 38. فيعني الزبده المستورده ب 33 والشيدر ابو 38، ده بيخلي الزبون برده يعني بكفه شرايحه بيقبل على المجمعات. انت عندك هنا فاكهه وخضار، ودي حاجه مش ممسوكه في اليد، بتعلى وبتنزل بره، والتجار ممكن يكونوا جايبينها من الفلاح رخيصة جدا جدا، وبيبقى الفرق 4 أضعاف عنده هو. انت بتحدد السعر بناء على ايه؟ وهي شكلها ايه عندك؟ هنا برضو بيبقى فيه تدخل من الوزارة، ان دايما يكون سعرنا مناسب للمستهلك، والمستهلك بالذات اللي هو محدود الدخل. مين اللي بيحدد السعر ده؟ اللي بيحدد لجنة السياسات في الوزارة. يعني ما يعني مثلا ما احيانا الطماطم بتروح رافعة في السوق ل5 و6 جنيه، انا ببيعها ب2 و3. طب ليه؟ علشان هو بيجيب لي من المنتج مباشرة وبيقول لي بيعه بسعر دوت. ليه؟ لان علشان يحافظ على سعر السلعة، وبالتالي ما يبقاش في ارتفاع مضطرد على طول في السوق بره. هو لما الزبون يحس ان انا عندي ارخص، لازم التاجر بتاع بره اللي هو الجشع، انا ما بقولش التاجر الوحش، التاجر التجار كله، انا بقول التاجر الجشع اللي هو عايز يزود، هيعمل فرملة وهيبدا برضو ينزل سعره. فهنا احنا ايه رمانة الميزان بتاعت الدولة اللي هي بتحافظ بيها على الاسعار كمستوى عام. جزء من حركة البيع والشراء ليها علاقة بالمنتج نفسه ودرجة الأمان فيه. حاجة زي اللحمة، انت بتجيبها منين؟ مصدرها ايه؟ وهل هو مصدر موثوق ولا لا؟ يعني بره ممكن نشك، الناس بتشك في موضوع اللحمه بالتحديد. انت مصدرك ايه كدوله؟ ده مهم جدا. يعني احنا عندنا حضرتك، احنا اللحمه حاليا عندنا ب 45 جنيه وب 50 جنيه، القطع المميزه اللي هي الافخاد ب 55، القطع اللي هي اقل يعني اللي هي الزنود ب 45. ده لمؤاخذه ما تلاقيهوش على مستوى جمهوريه مصر العربيه في اي منطقه في اي مكان الا في المجمعات. دي اللي حددها مين؟ وزاره التموين، اللي هي خلت اللحمه في متناول اي ناس، اي زبون من اللي هو المحدود الدخل. انا سالتك عن مصدرك. المصدر بقى بيجيبولي هو من مثلا من استراليا، من البرازيل كعجول صحيه. الدوله اللي بتستورد ولا مستوردين تجار؟ الدوله هي اللي بتقوم استراد وبتجيبها في العين السخنه، بتدبع عندي، اذا هي طازه زيها زي بالظبط. وبالذات بقى وبعدين كمان الميزه بتاعتها ان مراعيها طبيعي ولحمها يعني اقبل عليه الزبون، لانه فعلا يعني ان لم يكن مش هنقول اجود من البلدي فهو يضاهي البلدي. فهو الزبون بالذات يعني لما بيبقى في موسم وكده بتلاقي الزبائن عندنا، يعني مش عايز اقول لحضرتك الاقبال قد ايه. احنا دلوقتي طبعا في ايام طبيعيه فتلاقي الاقبال يعني طبيعي، انما في المواسم او كده بيحس الزبون بالفرق كبير جدا. انا عندي ب 45 وبره ب 80 وب 70، فطبعا ده يعني بيعمل اقبال جامد وبيحافظ بالتالي على مستوى الاسعار ان هي ما تقفزش قفزات عاليه. لكن قريب من هنا؟ انا ساكن قريب خالص من هنا. ممكن ده اللي خلاك تيجي، ولا انت عندك فكره انه المجمعات دي من الممكن تكون اسعارها افضل؟ لا، في سوبر ماركت جنبي كبير، لكن باجي هنا لان الاسعار في منتهى الجمال. يعني انت تشعر بدور المجمعات اسعار متميزه وخدمه متميزه. فبناء عليه انا باجي عشان خاطر حاجتين: الخدمه المتميزه
والاسعار المتميزه. حاسس انه الخدمه اللي بتقدم في المكان ده وفي امان في الحاجه اللي بتتباع؟ يعني اللحم انت عارف مصدرها ايه، الخضروات مثلا؟ طبعا كل حاجه معروضه، كل حاجه عليها الاسعار بتاعتها، كل حاجه نظيفه، العماله كويسه، الاداره كويسه. طيب يمكن ده عشان انت قريب ساكن قريب وبتيجي هنا يعني. انا جنبي على طول سوبر ماركت كبير، بسيب السوبر ماركت الكبير وفي تنافسيه في الاسعار، لكن هنا احسن. امتى حسيت باهميه ده؟ في اماكن معينه بيبقى في احتكار لبعض السلع وبتلاقيها في مكان زي ده مثلا؟ والله انا كنت بتعامل مع المجمع ده قبل ما يجدد. لقيت في فرق ما بين القديم والجديد، فرق بعيد قوي. لقيت الجديد فعلا اسعار متميزه، عرض كويس، خدمه متميزه، كل حاجه فيها فعلا حاجه يعني تشرف. يعني حضرتك واخد على انك تيجي المجمعات الاستهلاكيه؟ باخد باجي بس. تيجي ليه؟ اول حاجه في حاجات بتبقى اسعارها كويسه ومعقوله، وفي نفس الوقت بتبقى قريبه من البيت. والواحد طبعا انت عارف كل المجمعات بتعمل عروض، والناس بتنتهز الفرصه بتاعه العروض وتنزل تجيب حاجتها. فكل واحد بيتجول في المنطقه اللي هو قريب منها. اي سوبر ماركت كبير دلوقتي بيبقى عنده حاجات كويسه واسعارها معقوله. دلوقتي الدوله عامله ده عشان تسيطر بيه على الاسعار، انت حاسس ان ده بيحصل؟ مش بصراحه مش 100%. في اسعار كتير برضو بتبقى رخيصه هنا، وفي اسعار بتبقى غاليه عن بره. يعني ممكن القطاع الخاص نفسه يبقى اغلى منه في بعض الحاجات؟ بعض الحاجات بتبقى هنا اغلى من القطاع الخاص، بعض الحاجات في القطاع الخاص تبقى اغلى من هنا. طيب الحاجه الامان قوي اللي انت بتيجي تاخدها من هنا وحاسس ان الدوله بتجيبها ونظيفه؟ يعني حاجات كتير، خضروات، الرز، السكر، الحاجات دي كلها. يعني الزحمه امتى بتكون موجوده على مكان زي ده؟ ايه اللي يخليه الناس تتجه اليه؟ العروض، الناس بتيجي في وقت العروض. عشان نتكلم بمنتهى الامانه كده، كل الناس العروض دلوقتي توصل لغايه باب بيتك. جميع السوبر ماركت اللي في مصر تبعت لك عروض، حتى محلات الاكل، حتى المطاعم. كل الشركات، مش عايز اتكلم في مجالات اخرى يعني، تبعت لك العروض. انت بتاخد العرض لمده شهر، سواء في بقى في السوبر ماركت ده، في سوبر ماركت اخر، الزبون بيدور على مصلحته. هشتري من هنا، هشتري من هنا، حسب السعر. السعر هو اللي بيحدد عشان المنافسه. بالنسبه للحوم، يعني انا كان في سيدتين قابلتهم ما رضوش يسجلوا، بيقولوا ان احنا مش عايزين نعرف اهلنا او ولادنا ان احنا بنجيب لحمه من هنا. ليه؟ لا لا، اللحوم هنا كويسه جدا، بس الناس واخده فكره غلط على الموضوع ده. اللحوم دلوقتي غير زمان. اللحوم دلوقتي، اللحوم السوداني اللي موجوده انت بتشوفها دي، في ناس بتبص لها ان هي ممكن تبقى أأمن من المستورده، او أأمن من المحلي كمان. واخد بال حضرتك؟ انت اهم حاجه المستهلك يعرف السلعه اللي هو بياخدها، يبص لها، يشوف شكلها ايه، جودتها ايه، صلاحيتها ايه، منتهيه ولا ساريه ولا الكلام ده كله، ده اهم حاجه. اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك متعود تيجي للمجمعات الاستهلاكيه؟ تقريبا ده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، هذا المكان، رغم ان انا ساكن في عند انبي، مكان بعيد عن هنا بكتير. ولكن باجي هنا لان اول حاجه السلع ممتازه. الناس اللي موجودين في هذا المجمع انا يمكن اعرفهم بالاسم، رغم ان انا مش ساكن هنا، ولكن طريقه المعامله معايا والاحترام، وحاضر هي لك حاجه اللي ما اعرفهاش حتى وما اعرفش اسمها، يقول لي لا دي كذا سعرها كذا، اقول له شكرا. بتحس ان هم بايعين حكومه يعني، هم يتبعوا الدوله؟ لا هقول لحضرتك حاجه، لا انا بحس ان ده مكان مكان، يعني كل واحد بيخش، بيتهيألي انا عن نفسي بتكلم عن شخصيتي انا، ان انا يعني بحس ان كل واحد بيجي هنا ده مكانه. وده معروف، يعني انا اقول لك مثلا الكاشير ممدوح، ده مينا او اخ زيمي، محمود، محمد، عبد الهادي، يعني حتى لما بتجول هنا مره واثنين وثلاثه بحس ان انا في مكاني، وبتعامل مع الناس والناس بتعاملني كاني فرد من يعني من عيل القوم مثلا او بتاعنا، يعني انا بكلمك بصراحه. طب ليه المكان اللي انت فيه، لو في مكان زي كده الناس كلها هتاخد الفكره اللي انت واخدها دي؟ اكيد طبعا. تشوف اصل اي حاجه تجذب الزبون او تجذب حاجه، المعامله الصح. اغلبيه الناس كانت بتخاف تاخد اللحوم من المستهلكات على اساس ان ايه، بيبقى موجوده هي مجمده،
وجايه بره مجمده، يا ترى اتذبحت ازاي، يا ترى مش عارف ايه، فبتيجي الناس بتعاملوا هنا على قديمه. ايوه حاجه زي كده. لكن انا دلوقتي باجي ببص الاقي اللحمه يعني ما يعني لا تمت بالتجميد بشيء. بيقولوا دايما الستات اشطر من الرجاله في التسوق، حضرتك شايفه المكان هنا مختلف يعني مأدي دوره، ولا برضه هو زيه زي اي سوبر ماركت بره؟ هو زيه زي اي سوبر ماركت بره، كل الامكانيات موجوده وكل الحاجات موجوده وكل الخدمات موجوده والجوده افضل من بره كمان. يعني انا جربت فيها الفراخ وجربت فيها المجمدات والفاكهه وكل حاجه، وصلاحيه الحاجه مناسبه، واسعار اللحوم جيده جدا. يعني جبت لحمتي في العيد كلها من هنا. انت شايفه ان المواطن العادي بره يعرف المعلومات اللي حضرتك بتقولي عليها دي؟ لا، هو طبعا قله ثقافه، يعني مفيش ثقافه في الموضوع ده خالص. يعني ده العيب اللي ما بيخليش الناس تشتري من هنا. الدوله عامله ده عشان مش تنافس بس، عشان تسيطر حتى على الاسعار بتاعه اللي بره. انت شايف ان ده حصل؟ حصل طبعا، يعني انا بشوفه في كل حاجه. يعني الفاكهه اقل، اللحوم اقل، الفراخ اقل. بس الناس واخدين فكره ان اللحمه اللي بتيجي مجمده من هنا بتبقى غير اللحمه بتاعت الجزار. لا لا، مش لحمه مجمده، انا بشتري من الطازه اللي موجوده في المكان. لا لا، مش مجمده. ودي برضو ضمن الثقافة، يعني يحسوا انه ده مختلف. مفيش مكان بيبيع البتلو بخمسة وخمسين، مفيش لحوم، مفيش بالشكل ده. يعني طعمه حسيت انه لا طبعا مش مختلف خالص خالص. يعني يعني ما انا على طول متواجدة هنا. في حاجات معينة السعر بيبقى عالي فيها جدا زي الخضروات مثلا او الفاكهة، بتحس انه هنا اقل كتير؟ طبعا في فروق، في فروق في الفاكهة والخضار، اسعارهم معقولة عن برة. يعني بحس كأن مكان بالجملة. وبعد لقاءاتنا المتتابعة سواء كان مع العاملين في المجمعات الاستهلاكية أو المواطنين المستهلكين، هناك علامات استفهام يعني لا زالت تطرح نفسها على المسؤولين في مصر. إذا كنا بنتكلم عن 1000 وقليل من عدد المجمعات الاستهلاكية اللي بتخدم المواطنين كافة، ونقص في الثقافة لدى المواطنين حول هذه المجمعات الاستهلاكية ودورها، والكثير منهم لا يعرف من أين مصادر هذه السلع التي تأتي بها الدولة، أو أنها الدولة نفسها هي المسؤولة عن هذه المسألة. أنا معي الآن أستاذ محسن زايد، وهو المسؤول عن المجمعات الاستهلاكية في مصر. أستاذ محسن، مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بك. هل ترى أنه العدد الخاص بالمجمعات الاستهلاكية في مصر كافي للمصريين جميعا حتى تعلن عن نفسها؟ الحقيقة اللي بيخدم المستهلكين أو بيستخدم المواطنين في مصر 5 شركات مجمعات وجملة، ودول بيخدموا، هم اللي بيوزعوا منظومة التموين على كل أنحاء الجمهورية. يعني ما فيش حد مسؤول تاني عن توزيع التموين إلا هذه الشركات. الشركات كلها تتبع الدولة، تتبع وزارة التموين، تابعة للدولة، تابعين للشركة الأفضل للصناعات الغذائية اللي بتتبع وزارة التموين. الشركات دي ما يعني فيها نشاطين، نشاط جملة ونشاط نصف جملة، اللي هو نشاط المستهلك أو المجمعات. عندنا 3000 فرع بيخدموا المستهلك من خلال الجملة، يعني بنبيع للتجار اللي هم التموينيين وغير التموينيين، وبيطرحوا السلع دي للمستهلك في النهاية. في 1200 تقريبا مجمع استهلاكي ده بيتعامل مباشرة مع المستهلك. برضو إذا بصينا إن لقينا 1200 غير كافيين للمواطنين زي ما حضرتك قلت، لكن الشركات بترحب. أي من السادة المحافظين بيتيح قطعة أرض للمجمعات الاستهلاكية أو بيتيح مبنى بالإيجار للمجمعات الاستهلاكية، فده على طول بنرحب بالموضوع وبنطوره وبنفتحه مجمع استهلاكي. وأنا بقول لحضرتك لسه من أسبوع تقريبا في فرعين مفتوحين، واحد في الأقصر واحد في قنا، والخطة متاحة، والشركة القابضة مستعدة إنها تطور وتنشئ أي عدد من المجمعات. هل هي السياسة لوزارة التموين دلوقتي إنها تكتر عدد هذه المجمعات الاستهلاكية بحيث إنها تسيطر على السلع في أي مكان هي موجودة فيه؟ إن هي سياسة عامة ولا هي حسب الطلب من المكان أو المحافظة نفسها؟ لا، هي سياسة عامة، بس بنتعاون فيها جميع المنظومات. السادة المحافظين بيتعاونوا بإتاحة الأماكن، الشركات بتتيح التمويل اللازم لعملية الإنشاء والتطوير والمد بالسلع، وزارة التموين بتدعم مع السادة الوزراء والسادة المحافظين. اي جهاز مدينه جديده بيرحب يعني انه يوجد لنا قطعه ارض او يدينا مكان بنفتح فيه مجمع استهلاكي. كمان مش كده وبس، اي جهه
حكومية عندها مكان في المبنى بتاعها وتطلب فتح مجمع استهلاكي، برضو ما فيش مانع ان احنا نفتح مجمعات استهلاكية فئوية، وموجود الكلام ده عندنا مجمعات في الجهاز المركزي للمحاسبات، في اخبار اليوم، في الكهرباء، في كذا، في اي حته بتطلب فتح مجمع استهلاكي لخدمه العاملين في الجهاز ده او في الشركه او الوزاره، احنا بنفتح مجمعات استهلاكيه فيها. اذا كانت السياسه ان انا اسيطر على اسعار السلع والمنع الاحتكار من خلال هذه المجمعات، انت ليه مخلي الضعف من المجمعات اللي بتبيع للتاجر وانت ما انتش عارف التاجر ده هيبيع بكام بعد كده؟ لا، التاجر يا فندم في 25,000 بقال تمويني، دول يعني اساسيين. اللي هم ال 3000 دول بيدوا اساسا سلع تموينيه بس، لا وبيدوا سلع حره تانية. انا سؤالي عن الحره. انت بتديله بسعرك انت اللي هو سعر الدوله. نعم. هو ايه اللي يمنع ان هو يبيع بشكل مبالغ فيه؟ الاسعار النهارده السوق الحر المفتوح، الاسعار هي اللي بتتحكم مش التاجر بمعنى. في الغالب، لانه النهارده المستهلك بيفاضل ما بين المكان الارخص، مش هيروح للاغلى، فالسوق كله احنا بنقود السوق كمجمعات استهلاكيه الى تثبيت الاسعار وتخفيضها، يعني احنا بنقود السوق، لانه مجموعه السوبر ماركت لما بتلاقي في كل مكان، يعني انا الناس بتركب لها مواصله عشان توصل لمكان زي ده، يعني انت ممكن تخوض السوق لو انت موجود في اماكن كتير، اماكن الشعبيه والمناطق العشوائيه بتاعت الناس اللي على قدهم. شوف حضرتك في القاهره والجيزه واسكندريه موجودين في كل شارع وفي كل حاره، موجودين وبكثافه، يعني في المنطقه الواحده او في الحي الواحد بتلقى حوالي 10 15 مجمع في المنطقه الواحده، وده موجودين في امبابه، موجودين في مدينه السلام، موجودين في يعني في أي حتة تتخيلها في مصر، في القاهرة، في الأحياء القديمة بالذات موجودين. في حتة طبعا مناطق عشوائيات جديدة يمكن ما وصلتهاش المجمعات الاستهلاكية، لأنها أماكن أصلا مش مخططة وطلع عشوائي في الأطراف البعيدة، لكن أي مدينة زي مدينة السلام، زي مثلا مايو، زي الحاجات المخططة من الدولة في العاشر من رمضان، في كل المدن دي متواجدين في بالمجمعات. طيب انتوا عشان تسيطروا او عشان تعرضوا بالسلع يعني سعرها متاح، انتوا مصادر الحاجات بتاعتكم منين؟ يعني انتوا بتجيبوا السلع دي منين؟ احنا عندنا شركه الافضل للصناعات الغذائيه حوالي 35 شركه، منهم 7 شركات تجاره اللي هم الجمله والمجمعات، في بعد كده حوالي 30 شركه او اقل شويه، دي كلها شركات انتاجيه وبتنتج كل انواع الغذاء، زي من كل السكر في مصر كله تقريبا بتنتجه شركاتنا، الارز، مضارب، المطاحن بتنتج الدقيق، بتنتج المكرونه مع الدقيق، الزيوت، شركات زيوت بتنتج زيوت الطعام، ففي شركات يعني بتمد سبلاير لينا بال يعني شركات المنتجات من انتاج الدوله وتعطي من انتاج الدوله بالظبط، وبناء عليه تتم السيطره، وكمان بناخد من القطاع الخاص، يعني مش بس قاصرين او بس لا من القطاع الخاص، الحاجات المستورده اللي ما بتنتجهاش احنا، او شركات منتجه محليا برضو بتقدم اسعار منافسه بناخد منها، لانه الشركات المنتجه المحليه القطاع الخاص ايضا بتدي شركات المجمعات لما تمد لها عروض كويسة مناسبة للأسعار. احنا في النهاية بنحاول نرضي ذوق المستهلك بكل البدائل، يعني السلعة الواحدة ما بنقصرهاش على منتج معين او 10 منتجات، لكن بنوسع دائرة الاختيار حسب رغبات المستهلك من جميع الفئات ومن جميع المستويات الاجتماعية. هو انا عايز بس اوصل لثقافة الناس انه هذه المجمعات اختلفت عما كانت عليه من قبل، الصورة صارت مختلفة حاليا، وانه سياسة وزارة التموين الحالية انها يعني تزرع هذه المجمعات الاستهلاكية في كل مكان بحيث انها تعتمد على السيطرة على السوق من خلالها. لكن اللحوم بالتحديد الناس واخدة فكرة عنها انه دي بتاعت المجمعات. الحقيقة دي ثقافة قديمة قوي، ولانه يمكن كان في وقت من الاوقات ما كانتش اللحوم مثلا بتيجي بجودة معينة، النهاردة الجودة اللي موجودة في المجمعات ويمكن حضرتك شفتها جيدة جدا جدا، مستواها لا يقل عن اللحوم البلدية، بجانب ان احنا بنعرض لحوم بلدية وبنعرض اللحوم المستوردة. اللحوم المستوردة جزئين،
جزء بتيجي ذبائح حية أو حيوانات حية بتذبح في مصر، وده الفرق إنها بينها يعني، ده اللي يعني في إقبال عليها، لأن المستهلك بيحب الحاجة الطازجة في المستهلك المصري، فدي بتذبح على في مجازر على الحدود، حدود الجمهورية زي السويس زي سفاجة زي أبو سمبل، وبتيجي بعد كده في مبردات للقاهرة وللمحافظات وبتوزع. أسعارها يا فندم يعني وصلنا لاتفاقيات مع السودان عن طريق وزارة التموين، معالي وزير التموين، وصل إنه سعر اللحمة فيه أجزاء منه بيباع ب 35 جنيه سوداني، وبيتباع ب 45 جنيه، وفي أجزاء اللي هي لحوم أخرى أسترالية وأرجواي وكده بتباع ما بين 45 ل 55 جنيه. طيب هل ده معناه إن احنا ممكن نرجع سعر الجزار اللي بيبيع بره طالما احنا بنسيطر على السوق؟ نعم. هل ممكن عرض كميات كبيرة من اللحم موثوق فيها من لدى المستهلك ان احنا نقدر نسيطر على سعر اللحم ونرجعه ورا تاني؟ هو دي عايزة حاجتين الحقيقة، عايزة إن احنا أولا ثقافة المستهلك بتاعنا تتغير ونظرته للحوم دي تتغير، وبنقول له جرب يعني، دايما حتى لما بقابل حد في مجمع استهلاكي بنقول له خد كيلو كده وجربه، يعني لو لقيته مش حلو خلاص مش مشكله قوي، انما اللي بياخد بيرجع بياخد تاني، نتيجه انه فعلا طعمها بيختلفش على البلد كتير. دي اللحوم الطازجه دي يعني موثوق فيها تماما، مكشوف عنها بيطريا، في لجان بيطريه بتجيبها من البلاد المنشا بتروح تجيبها، وبعدين هنا لما بتيجي بتاخد فتره من شهر الى شهرين بتاخد العليقه المصريه فبتتاقلم على الجو برضو والعليقه المصريه، بعد كده بتصبح ما فيش فرق بينها ما بين اللحم البلدي على الاطلاق على الاطلاق، بس هي عمليه نفسيه سيكولوجيه عند الناس كده، يعني يقول لك لا انا عايز اروح اجيب من الجزار يعني، انما هو لو جرب دي هيلاقيها ممتازه جدا. ده جزء من اللحوم. في تاني حاجه اللي هي اللحوم المجمده اللي بتيجي من البرازيل، بتيجي من اي منطقه تانية، بس هي البرازيل المورد الاساسي. دي لحوم مجمده ايضا صالحه جدا وجيده جدا، وفي قطاع كبير من المستهلكين بيستخدمها.